نعم كيف نخاف من الشرك؟ لو قال لك قائل يا اخي كيف اخاف من الشرك؟ ايش اصنع؟ بدراسه التوحيد نعم وبدراسه الشرك حتى لا نقع فيه وبالدعاء واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وبالبراءه من الشرك واهله ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال واجنبني اجعلهم في جانب وانا في جانب اخر الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه قال اذا رايت الكافر اغمضت عيني مخافه ارى عدو الله قالت الهره قولا جامعا كل المعاني اشتهي الا ارى القرد ولا القرد يراني هو عدو لله هناك فرق بين مشاركة هؤلاء في أعيادهم محتفالات وطقوسهم وبين قتل هؤلاء وأخذ ما لديهم من أموال وكذا طرفين الناس الوسط أهل السنة والجماعة بغض نعم قتل لا وفاء لهم بالعهود نعم بيع وشراء معهم نعم دعوة هؤلاء نعم الحرص على إسلامهم نعم توزيع الكتب والمطويات وكذا نعم نعاملهم بما أمر الله نعم ولا بد هذا هو الوسط نعم